بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بيحكيها صديق ليا، بيقول لي إن هو عايش في إنجلترا وإن هو بيقدم علشان ياخد الإقامة الدائمة في بريطانيا، إن هو يتمكن إن هو يعيش على طول في بريطانيا، مش ياخد الجنسية، لا لا لا، يتمكن إن هو من حقه يعيش أي وقت هو عايزه في إنجلترا. ففوجئ ان هو مطلوب ان هو يقدم ورق علشان يقدمها لوزارة الداخلية هناك، ان انا من حقي ان انا اعيش، وادي الورق اللي يثبت ان انا استطيع ان انا اقيم في بريطانيا. فبعد ما قدم الورق فوجئ ان هما بيرجعوا له الورق، بيقولوا له الورق ناقص. قال لهم ليه؟ ده كل الورق كامل، وادي المكان اللي بشتغل فيه، وادي الضرائب اللي بسددها، وادي ايجار البيت اللي انا بدفعه، كل حاجة مظبوطة. قالوا لا، الورق ناقص، في امتحان لازم تعمله. قالوا امتحان ايه؟ ما انا مكمل كل الورق. قالوا لا، في امتحان اسمه لايف ان يو كي، الحياه في بريطانيا. قال لهم يعني ايه الحياه في بريطانيا؟ قالوا له ده كتاب تقعد تذاكره وبعدين تخش الامتحان، الامتحان هيبقى 24 سؤال، لازم تنجح بنسبه 75%. يا نهار ابيض، يعني لازم تجاوب 18 من 24 صح. ده نسبة نجاح صعبة جدا، والامتحان كله اختيارات، يعني مش هتكتب ولا حاجة، بس بيختبر انت عارف بريطانيا كويس ولا لا، وبيجي ال 24 سؤال من كل الكتاب. طب ما اقدرش اقدم الورق من غير الامتحان ده؟ قالوا له من غير ما تنجح في الامتحان لا يمكن انك تاخد اقامة في بريطانيا. يعني حاجة تجنن، يعني راح اشترى الكتاب، يا نهار ابيض، الكتاب 200 صفحة. فايه بالطريقة يعني بتاعتنا، طريقة العرب يعني الشهيرة، قام رايح جايب لقى كده أسئلة وحلولها، فبدأ يشوف الأسئلة بتتحل ازاي من غير ما يقرأ الكتاب. دخل الامتحان طبعا ايه، سقط. قام راجع بقى هيموت، يعني معقولة؟ خلص كل حاجة، بقاله 4 سنين بيجهز علشان يجهز الورق بتاع الإقامة، واقف على الامتحان، قام رايح مسك الكتاب وبدأ بقى يركز في الكتاب علشان هيموت وينجح. بص لقى الكتاب عبارة عن ايه، الكتاب كل حاجة عن تاريخ بريطانيا من أيام العصر الحجري لغاية الحرب العالمية الثانية. يا نهار أبيض، كل المعلومات دي بس مكتوبة باختصار وبدقة، وبعدين كل المبدعين اللي جم في تاريخ بريطانيا، ومش عارف مين، وهيتشكوك وتشارلي شابلن، ومين اللي خد الميدالية الذهبية في الأولمبيات. يا نهار أبيض على كمية المعلومات، وبعدين إيه الأماكن السياحية الجميلة في بريطانيا، وبعدين إيه القوانين، وبعدين إيه الحقوق والواجبات على أي حد يعيش في بريطانيا، وبعدين الضرائب. يا نهار أبيض، إيه الكتاب ده ما سابش حاجة، لازم تذاكره كله. هو في الاخر ذاكر الكتاب ودخل ونجح بصعوبة يعني، بس هو بيحكي حاجة، بيقول انا سألت طب هو ليه علشان اخد الاقامة لازم اذاكر الكتاب ده؟ فردوا عليه وقالوا له عشان تعيش معانا لازم تعرفنا الاول كويس. اوه، عايز تعيش معانا؟ تعيش معانا من غير ما تعرفنا؟ طب هو انا بحكي لكم الحكاية دي ليه؟ ولادنا يا جماعة، ولادنا اللي ما يعرفوش حاجة عن بلدهم، ولادنا اللي يمكن ما راحش المتحف المصري ولا زار الهرم غير مرة في حياته ومش فاكر أي حاجة، ولادنا اللي مش عارف عظمة الأقصر وأسوان، ولادنا اللي عمره ما راح هرم سقارة، ولادنا اللي ما تعرفوش في الشام على عظمة المسجد الأموي وتاريخه، ولادنا اللي ما تعرفوش في الخليج على عظمة وتاريخ الخليج، وإيه اللي حصل، وإيه اللي حصل في السعودية، وإزاي حصل التطور، وإزاي وصلت المملكة إلى الوضع اللي هي فيه. ولادنا اللي مش عارفين التاريخ، معقولة علشان واحد يروح يعيش في بلد تانية يقولوا له عشان تعيش معانا لازم تعرفنا الأول، وإحنا ما نعرفش حاجة عن تاريخ السعودية، عن تاريخ مصر، عن تاريخ سوريا، عن تاريخ العراق؟ اعرف بلدك، دي أول خطوة عشان تحس بالانتماء للمكان اللي انت عايش فيه، فتضمن بسمة أمل لبلدك كلها، لأن اللي عايشين فيها عارفينها فانتموا إليها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.